السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Game. اليوم جبت لكم لعبة الرعب الثانية يا اخوان. يس، جبت لكم لعبة الرعب الثانية يا اخوان. من فيديو السابق يا جماعة الخير فيني حماس، اريد العب رعب فقط. انزين، اريد العب رعب فقط، فانا جاهز لهذا اللعبة يا اخوان. انا ما جاهز يا اخوان. طيب يا جماعة الخير، كما تلاحظوا يا اخوان ان في هذه اللعبة في مينيو، ما نفس اللعبة السابقة يا جماعة. في هذه اللعبة شيء مينيو، فانا بضغط نيو جيم على اساس ما اطول بالكلام، ولاني احاول اخر السالفة على اساس ما اريد العب اللعبة يا جماعة. خلونا نسمع موجسة تقول هذه البنية. اوكي، انزين، اوكي، تقول يا جماعة ان في هذا المعبد صار مسكون وشيء جن في هذا المعبد، فيس يعني قاسة تقول ان هذا المعبد صار ما بخير. ايوه، انزين، فانا احس اني ما اريد العب اللعبة لان هذه حكت لنا حكاية مش زينة يا جماعة. بدينا يا اخوان، المكان صراحة مظلم، حاطين شمعة نفس اللعبة السابقة، في شموع يا جماعة في الموضوع. لما يكون في شموع في الموضوع يا جماعة فأحسن لكم لا تلعبوا ذا الألعاب يا أخوان. أوكي، كيف حالك؟ أنا بروح. إنزين، يا ساتر، ليش والله يا أخوان؟ والله أنا ما قلت أشوف شيء، أنا والله ما قلت أشوف. بفتح هذا الباب. إنزين يا جماعة، أنا بفتح هذا الباب، مكان ظلام والله العظيم يا أخوان، مكان ظلام. أنا بفتح شيء، أقدر أفتح هذا الاسم، بفتح هذا ال هذا الشمع ولا إيش؟ يا اخوان من بداية كذا، والله العظيم ما كنت مستعد يا جماعة. الله يصرفش، ما كنت مستعد. يا اخوان والله سمعت صوت، قسم بالله اسمع اصوات يا جماعة. لما تلبس هذا السماعة يا جماعة، انزين، ما اكذب عليكم انا، لما تلبس هذا السماعة تسمعوا اصوات ثانية يعني. ايوه، ما كيف اصوات ثانية، لكن يعني تسمع صوت، هذا اللي فهمته انا، تسمع صوت. في شيء عنا يا جماعة، عنا رسالة. اوكي، ساموراي يقول انه ما يقدر يرجع، يقول انه طابق ما قادر يرجع الى المعبد. انزين، انا بكمل السالفه. انزين، شيء يا اخوان، في شيء هنا، وش هذا؟ هذا حليش حط ضرب؟ هذا شكله حط ضرب يا جماعه. انزين، يا جماعه وش هذا الصوت؟ سمعت الصوت؟ والله العظيم في صوت. لحظة 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 يا حبيبي، قبل يا جماعة، قبل ما نتحرك، انزين، قبل ما نتحرك احسن ننبش، ندور كل شيء، نفتح هذا الادراج ونشوف اذا كان في شيء يعني مهم. انزين، انا بتحرك الحين يا جماعة، انا بتحرك، لكن انا ما اريد اتحرك الحين يا اخوان لانه مكان صراحة لا حد فتح باب، والله العظيم حد فتح باب يا جماعة، والله العظيم حد فتح باب. انا هلو، انا مسمه، انا ضيف، فالرجاء لا تنزقني. انزين، لا تنزقني يعني، خليني العب وانا مرتاح. وش هذا؟ هذا وش؟ انا بشله، انا ما اعرف ايش هذا، شكله يا اخوان ما زينه. بس يا الزريبه، من اللي قاعد يفتح باب يا جماعه؟ من اللي قاس يفتح الباب؟ ايوه، من اللي قاس يفتح الباب؟ انا بتشوف قبل ما اروح يا اخوان. ما في حاجه، ما فيش حاجه يا جماعه. بتحرك. انزين، ايش هذا؟ صوت الخشب يا جماعه، صوت الخشب، يا الله، صوت الارضيه قصدي. انزين، اوكي، والله في صوت غريب يا اخوان. هنا المعبد يا جماعه، هنا المعبد، والله العظيم في صوت يا جماعه، في صوت، قسم بالله. وش هذا؟ انا وش هذا؟ يا الأرضية لا تطلع صوت. هذا ما اعرف ايش. وش هذا صوت؟ وش هذا صوت يا اخوان؟ هذا هذا حروز، هذا اللي معلقينه في الجدار يا جماعه، هذا حروز. اوكي، هذا حروز يا جماعه اللي معلقينه في الجدار. ايوه. اوكي، تقول ان عمها صار ما موجود. هذاك وش؟ هذا وهذا وش؟ هذا وش؟
والله العظيم الأصوات اللي تصير في الخلفية يا جماعة، قسم بالله أصوات خايسة ترى. أنا بفتح هذا الأسماء، هذا المندوس، وإيش هذا؟ هذا خشب ما في شيء، هذا حبل. انزل، أنا بتحرك، أنا بفتح شيء ثاني، في صوت، في صوت أصوات الرياح الحين يا جماعة، صوت الرياح ما عرف من يطلع. أنا بحاول أتكلم واجد لأنه ما إذا اسمع عارين حد يا جماعة، والله العظيم في حد، أنا والله العظيم في حد يا أخي، أحس حد قاس وراي. أيوه حد. أوه. أنا ما أريد. وش هذا الصوت؟ وش هذا الصوت؟ وش هذا؟ شيء مراية مثل ما ذاك متكسر يا جماعة، مراية يا أخوان، المراية متكسرة. آه. والله العظيم يا أخوان لما تلبسوا هذه السماعة، نسى السماعة يعني، تسمع صوت غريبة. أنا أقولكم بس أن تسمع صوت غريب. أنا أيوه أنا بخليه هذا المراية، انا بخليه هنا اذا لم هنا يعب ابن في واحد يتكلم. والله العظيم في احد يتكلم يا جماعه، هذا سمعوا صح اللي قاعد يتكلم. انا ما جالس اكذب، انا ما جالس اكذب. من هذا في حد يفتح بيبان في الخلف يا جماعه، في حد يفتح بيبان هنا. هذا ويش؟ انا ما اعرف ايش هذا. هذا هو اللي تم قاسين يعبدوا هذا ليش؟ انا ما فهمت. انا اريد اتحرك. زين انا ما فاضي الحين، انت تكلم لحد بكره، انا بتحرك. ايوه لا محتاجين مفتاحها يا جماعه. سمعتوا ايش قالت؟ قالت ان وين بايا نساعدها، تريدنا نساعدها يا جماعه، تريدنا. والله العظيم الاصوات اللي تطلع في الخلفيه اصوات خاصه يا جماعه، نحتاج مفتاح ترى، نحتاج مفتاح. يمكن هنا هذا هذا الطبل يا جماعة. كيف نقرب؟ ما يصير؟ لا خسارة يا أخي، ما يصير يا جماعة. يا أخوان لازم ندور على المفتاح. إنزين على أساس نفتح هذاك المندوس اللي هناك. هذا ويش؟ هذا ما في شيء. هذا ويش؟ حاطين مفتاح في هذا الحبل. أوكي أوكي سمعوا؟ ايوه هذا جاي، ابشركم يا جماعه ان هذا جاي، هذا في الطريق. انا باخذ هذا القناع. هذا وش فايده هذا القناع؟ انزين تقول ان هذا الماسك صار مسكون بشيء جني في هذا الماسك يا اخوان، فنحتاج ذاك الحرز. تذكر ذاك الحرز اللي كان متعلق في الجدار؟ فلازم راح نسوي نفس ذاك الحرز على اساس نحطه في هذا الماسك يا جماعه. زين انا بتحرك. والله العظيم في اصوات يا جماعه، قسم بالله ما اكذب عليكم، والله العظيم قاني يا جماعه، ذقاني اكيد ذقاني. مسكر خلينا مسكر الباب يا جماعه. كيف وين بروح اقعد؟ وين اروح يا جماعه؟ انا ما اعرف وين اروح، قسم بالله انا ما اعرف. انا بدي اضيع والله، في اصوات بدي اضيع يا جماعه، بدي هنا. انا ما اقدر اركض، انا اقدر اركض صح؟ ايوه اقدر اركض. احلف بس انت تمزح معي والله العظيم. مكان ظلام يا جماعه، والله العظيم مكان ظلام. معنا هيدي ارجع والله يا جماعه في دين، والله العظيم في دين. يا حبي في دين والله. لا تمسكوني، خلوني. والله العظيم هذا يدين مسمه من ذاك الرسوم اسمه لوفي وان بيس. انا اوكي انا بروح شوشه يا جماعه. انزين شوشه بعدي يا جماعه، بحاول اعدي كذا بسوي. لا 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 لا، خليك بعيد يا يدين خليك بعيد، لا تمسكني. ايوه لا تمسكني رجاء، خليني. هذيل اللي اتوقع الايادي يا جماعه. انزين هذيل هم الارواح اللي ساكنين في هذا المعبد، هذا اللي فهمته. انا بفتح هذا الباب. انزين انا قصدي افتح هذا هذا الباب على اساس ادخل هذه الغرفه. انزين في صوت، والله العظيم حد سكر. ويش حد سكر باب ولا ايش؟ انا ما اعرف والله. انا بفتح هذا الدرك، افتح شويه اشوف اذا كان في شيء ملابس ولا ايش. هذا ويش مشط؟ اوكي هذا ما في شيء، اكيد ما في شيء. انا برجع. انزين انا برجع
لا هنا ما في شيء يا جماعة، هنا ما في شيء. أنا وإيش فيه؟ في هذا الدمية ولا إيش هذا؟ إيه الدمية. I mean, before the Lord took it from the battlefield and gave it to my uncle. تو تو. تمنى اللي وش مكتوب شيء هنا يا جماعة؟ Like a friend. Like a friend. تنتي وإيش تريدي لهذا الدمية؟ تقول إن الدمية أصلاً مفضلة يكون حالها. دمية خايسة ترى ما فيها شيء. شو كيف ينزق الدمية؟ والله العظيم أنا ما أريد هذا الدمية. أرجع نفس مكان أو سكر الباب بعد. القصد الدرك. أيوة. يا ساتر في ناس يفتحوا بيبان في هذا المعبد يا جماعة، والله العظيم في ناس يفتحوا بيبان. انزين أنا مسمه يا جماعة، أنا بفتح هذا الباب. أوه هنا ويش؟ هنا مكتب يا جماعة، هنا مكتب. انزين هذا ويش؟ هذا ما أعرف ويش هذا ويش. أوه أوكي، الحين يعني لازم ندور على هذا الشيء. وداخل هذا الشيء في مسمه، في ادفر شوي هذا، في ايش يسموه هذا، في قلم يا جماعه. انزين خلونا نفتح هذا الدرج، نفتح كل الادراج نشوف اذا كان في شيء. ما في شيء هنا يا جماعه. صوت غراب. الغراب من هين طلع؟ الغراب من هين طلع؟ خبروني. هو حصلته. لحظه shall I double check؟ دبل تشيك. لحظة خلينا ندوره. أيوة بالضبط، طلع القلم يا جماعة، طلعنا القلم. إنزين طلعنا القلم. فالحين أتوقع بنحتاج الورقة فقط على أساس نعمل حرز يا جماعة. أيوة الحين أيوة نعمل هذا الحرز كذا يا جماعة. هذا أتوقع الجني جاي، أتوقع الجني جاي يا جماعة، أتوقع الجني جاي. أنا بشرد. يا جماعة شفت ما استلف، والله شفت أسوي. يا أخوان افتح هنا 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 هنا. لا 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 لا، ما هو هذا المكان يا جماعة؟ ما ينفع هنا، ما ينفع. بروح هذا الباب الثاني، بدخل هنا. ممكن تسكر باب، سكر باب. أوكي أوكي بفتح الليت يا جماعة. ايوه افتح 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 بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه خلينا نكمل الرسمه، الرسمه يا جماعه، الرسمه يعني. اوكي بنكمل الرسمه. انزين بسوي كذا. في اصوات يا جماعه في الخلفيه، في اصوات والله العظيم. هذا جاي يا اخوان، هذا قاعد يفتح بيبان ترى في الخلف. انتوا قاعدين تسمعوا اللي قاعد اسمعه يا جماعه؟ هذا جاي، اتوقع بيمسكني يا جماعة، اتوقع يمسكني. يلا خلا 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 خلا، انا اخاف يطلع لي تو يا جماعة، انا اخاف يطلع لي. ماما قلت صح؟ بنرجع بنرجع من هنا، هنا الطريق، هنا كان الطريق صح؟ صح يا جماعة هنا كان الطريق. ايوه انا ما اتذكر سيدي، لكن هنا كان الطريق يا جماعة. ايوه هنا 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 جيت من هذا الباب انا صح؟ ايوه جيت من هذا الباب. استل اسمع صوت يا جماعه. استل خلونا نحبي. لحظه هذا ايش قاعد يسوي يا جماعه؟ ايش قاعد يسوي هذا؟ هذا قاعد يرقص ولا ويش؟ قاعد يرقص ولا قاعد يضرب يا جماعه؟ ايش قاعد يسوي هذا انا يا اخوان انا يا اخوان ما في قاعد يسوي. وين اللي اسمه؟ عطني 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 عطني، حط الحرس. ايه لا حطوا يا جماعه. اتوقع طلعنا الجن من في هذا الماسك، لان ذاك البقع السوداء اختفت يا جماعه. وش صار؟ الحين يراونا ايش صاير بالضبط. ايوه هو ذا الجن يا جماعه، هو ذا الجن اللي موجود في المعبد. هذا ايش معناته هذا ال ايه ايش معناته هذا البقع الحمر يا اخوان؟ اتوقع معناته الالم. انزين اتوقع يا جماعه، ايوه اتوقع كذا، الحزن والالم يا جماعه اتوقع. انا ما متاكد، لكن هذا اللي فهمته يا اخوان. انزين فايش معناته؟ معناته هذا الجن يعني حزين جدا ولا ايش؟ اختفى يا جماعه، اختفى. انت وين روح؟ قاعد يتكلم، قاعد يتكلم هذا.
يتكلم لغات يا اخوان. انا ما فهمت، انا ما فهم ايش يقول لي. وش تريد؟ انا ما انا ما فهم ايش يقول لي يا جماعه. انا ما فهم والله العظيم. انا بتحرك برجع من المكان اللي بطلع من هذا القزم، بطلع من هذا المعبد يا اخوان. ايش صار؟ هو خلص اللعبه يا جماعه، يعني خلص النسخه التجريبيه. الله يصرفش، الله يصرفش من اللعبه. انا ما بلعب هذه اللعبه ثاني يا اخوان. انا ما اظني لما تنزل هذه اللعبه انا ما بلعبها. ايوه لا قصد تقولوا لي العبها، انا ما اريد العبها يا جماعه، ما اريد بصراحه اللعبه. لكن ممتازه والله، اللعبه تستاهل تجربه يا جماعه، اللعبه تستاهل تجربه. انا بحط الرابط هذا اللعبه في الديسكربشن على اساس انتم تلعبوها وتحسوا اللي انا كنت احس فيه يا جماعه. انزين فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير. كان معكم عادل من قناه انثني جيمنج، ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.